في ندوة علمية نظمها المجلسان العلميان المحليان لوادي الذهب وأوسرد بمدينة الدخلة، قارب المشاركون الدور الذي يطلع به علماء الصحراء المغربية في تعزيز الخصوصية المحلية فيما يتعلق بخدمة المذهب المالكي وامتداده، تحت عنوان عناية علماء الصحراء بالمذهب المالكي. الصحراء المغربية ولله الحمد حبلى بمجموعة من العلم الشرعي الذي يدخل أصلا في خدمة التوابيت المغربية، خاصة العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي. في مداخلتي تطرقت فيها إلى عالمين بارزين من علماء أهل الصحراء الذين خدموا المذهب. ولقاء علمي يسلط الضوء على الجهود المبذولة للعناية بالمذهب المالكي باعتباره ركيزة أساسية لدى أفراد المجتمع المغربي، ورمزا لأصالتهم وضمانا للحمتهم وعنوانا لوحدتهم. هذه العناية التي يليها علماء الصحراء للمذهب المالكي تتجلى أيضا في تمسكهم بالتوابت الدينية والوطنية للمملكة المغربية، والتي يعني هي امتداد لعلماء المغرب كما في شمال إفريقيا ككل. ويندرج انعقاد هذه الندوة ضمن برنامج علمي متنوع يتضمن ندوات ومحاضرات وورشات ودورات تكوينية ومسابقات للتعريف بالمذهب المالكي والعناية به، وذلك تحت شعار المذهب المالكي بالصحراء المغربية أصالة وامتداد.